صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء. وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي يكون هذا الفال ديالكم للاسبوع الرابع والاخير من شهر واحد. ان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي، ان شاء الله تستفدوا على هذا الفال وتلقوا اجوبه للاسئله اللي نتوما داخلين تطرحوها. فغادي نشوف الفال الاول لصاحبه البشره البيضاء والمستجدات ديالك في هذا الاسبوع هذا. غتكوني انت هذه البيضاء وهذا الحظ ديالك، كنتي متزوجه مطلقه ارمله عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب. الفال ليك ديال الاسبوع الرابع والاخير من شهر واحد. كنشوف البعض فيكم كتنتظر مكالمة هاتفية من الخارج او رد على طلب او على رسالة من الخارج، او كتنتظر رد على سفر، كتنتظر اوراق بخصوص السفر. كنشوف غادي تكون عندك لمة شمل عائلية او صلح عائلي. بالنسبة للحظوظ لا ارى حظوظ، فعندك عكوسات في الاسفار القصيرة، ممكن انك تعرضي لطاقات سلبية، ممكن يكون عندك تغييرات ماشي للاحسن، يعني تغييرات يعني اللي هي شوية سيئة. فردي بالك البعض فيكم اللي غادي تعرف تقد الامور ديالها وغادي تجاوز هاد العراقيل وهاد المشاكل هادي. اللي حتى الاوراق ديالها من اجل الطلاق، فالطلاق غادي يكون عندك كيف ما كان لون بشرة الزوج ديالك، ولكن هاد الطلاق هذا هو في الصالح ديالك، غادي تاخدي الحقوق ديالك كاملة. وكيقولك الفال هو في الصالح ديالك. بالنسبة للاخريات او اللي باغيين زواج وانتي ما عندكش حبيب، فممكن تكون عليك تابعة، فضروري من العلاج ديالها التابعة لان هي اللي موقفة لك الزواج ديالك. بالنسبة للعمل والدراسة، كاين هنا بالنسبة للعمل تكريم او شهادة غادي تاخديها او تقدير غادي تاخديه، او هي فرحة غادي تكون عندك في العمل او في الدراسة، كأنك غادي تكوني في حفل، او البعض فيكم اللي هما كيدرسوا غادي يكون عندهم مثلا امتحان، وهذا الامتحان غادي تكون فيه فرحة كبيرة او كحفل بحال هذا الشكل هذا. بالنسبة للعتبة، فالعتبة كنشوف يعني الامور مستقرة او استقرار في كل ما يخص السكن. إذا كنتي كتسألي على الرجل الأسمر المربوع القد أو الطويل، كاين معاه رجوع إذا كان هذا الطليق ديالك، إذا كان الزوج أو الحبيب كاين صلح. هذا الإنسان غادي يكون كيبغي الجلوس في البيت كثير، أو كيبغي الحوار والهضرة، وأنك تسمعيه، وأنه مستعد أنه يعطيك وقت وتبادل الآراء والأفكار بيناتكم، ومازال الحياة مستمرة بينك وبين هذا الشخص هذا. بالنسبة للأسمر اللي هو قصير القامة، هذا الإنسان غادي يكون يعني ملهي عليك، او ما عطيكش وقت، ما مهتمش بيك، نفسيته غادي تكون شويه تعبانه. هذا الانسان غادي يكون موسوس، غادي يكون عنده اشياء اللي كيفكر فيهم من غيرك ومن غير الحب والعواطف. اذا كان هذا الزوج ديالك، فهاد الانسان باغي ولاد وهو خايف انه ما تجيبيش ولاد معاه. الا كنتي كتسالي على الابيض اللي هو مربوع القد، فهاد الانسان كيفكر فيك ليل ونهار، وكيغار عليك، وكيشك انك مع شخص اخر. البعض فيكم كاين برود جنسي مع هذا الاسمر اللي هو قصير القامه. بالنسبه لهذا الابيض هذا، ارزاقه في زياده، او كيفكر انه يشري حاجه اللي هي غاليه كسياره او ارض او ما شابه. بالنسبة للأبيض اللي هو مربوع القد أو طويل، فوخا يكون كيشوف لك، وخا يكون بيناتكم حاجة إيجابية ولن ينقصك معه شيء، فإلا كان في بالك شيء أو كنتي كتشكي أن هذا الإنسان عنده مرأة أخرى أو طرف ثالث، فكينا مرأة أخرى معاه في نفس العمل. هذا الإنسان هذه واخدة عقله واخدة باله، والبعض فيكم ممكن هذا الإنسان كتضرب على الزواج مع هذا الشخص هذا. بالنسبة اللي كتسأل على الرجل الحنطي المربوع القد أو الطويل، هذا الإنسان كيغار عليك بشكل كبير. هذا الإنسان هذا
يعني كيخاف عليك، ممكن انه يكون يعني مهتم بك لواحد الدرجة اللي هي كبيرة، واللي انت ما تهتميش براسك فهو كيهتم بك فيها. ما كيبغيكش انك تعطي وقت للناس اخرين، سواء كانوا ناس كتعاملي معهم عاديين او ناس من العائلة ديالك. بالنسبة للحنطي اللي هو قصير القامة، فالحنطي اللي قصير القامة كنشوفه غادي يكون دائما كيتخبى، او دائما غامض، او دائما ما تلقايهش، او الا اتصلتي به ما كاينش. ممكن هذا الحنطي هذا ماشي هذا الاسبوع، ولكن ممكن في القريب غادي يكون عندك معاه صلح. كنشوفوا ايه، ناوي الزواج، ناوي الاستقرار، ولكن كاين عين، كاين حسد، كاين بلوكات بينك وبين هذا الشخص هذا اللي ما كتخليش الحياه العاطفيه ديالكم تتطور. البعض فيكم كاين معاها شخص اللي هو حنطي في العمل، غادي يكون منتبه لك او باغي يهضر معاك بصفه رسميه، او باغي يهضر معاك على الزواج، وهذا الانسان هذا ما باغيش يعني التفليه، يعني باغي المعقول. فكان هذا الفال ديالكم البيضات، وغادي نشوفوا الفال ديال الحنطية. فان شاء الله الحنطية يكون فالك خير، ان شاء الله الفال ديالك يكون ايجابي، وان شاء الله تستفدي على هذا الفال هذا. فغادي تكوني انت هذه الحنطيه، وهذا الحظ ديالك للاسبوع الاخير من شهر يناير. ونشوفوا المستجدات اللي ممكن تكون عندك هذا الاسبوع هذا. الفال سواء كنتي متزوجه، مطلقه، ارمله، عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، الفال ليك. هنا اللي داخله على نيه تسال واش ممكن يكون عندها حمل، فإلا كنتي داخله بهذا السؤال، يعني انت قبل ما تشوفي الفال داخله بهذا السؤال هذا، واش غادي يكون عندي حمل، فالحمل يعني كاين، او البعض فيكم غادي تكون عندها ولاده. فكنشوفك الحنطيه هنا تفكيرك كله سلبي، دائما كتفكري في الماضي، في مشاكل الماضي. كنشوف الحظوظ كاينه، وخصوصا مع العنصر الرجالي في كل ما يخص مثلا التعاملات والمعرفه والحكمه، وتبادل مثلا اشياء خاصه بالافكار او بالتجربه، فهذه الاشياء هذه غادي تكوني ناجحه فيها خصوصا مع الرجال. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش حبيب، شخص جديد غادي يدخل في الحياه ديالك هذا الاسبوع، او شخص غاب مده طويله غادي تشوفيه. كنشوف هنا بالنسبه للعتبه الامور جيده، يعني ارزاق داخله العتبه، او لن ينقصك مال. بالنسبه اللي كتسال على السفر، فكيقول لك اللي هي ناويه او باغيه هجره للبلد البعيد، فكيقول لك مازال غادي تكون عندك هذا البلد البعيد اللي انت داخله على هذا الاساس هذا، او باغيه تسالي واش غادي يكون عندي سفر للبلد البعيد. ما كنقولكش هذا الاسبوع، ولكن في الحياه ديالك مازال غادي تخرجي لبرا، وخصوصا اللي باغا تخرج من اجل العمل، اللي داخله على اساس انك كتقولي واش انا مازال غادي يكون عندي خروج للخارج من اجل العمل، مازال غادي يكون عندك هذا الشيء في الحياه ديالك. وكذلك اللي داخله لهذا الفال على نيته، هي داخله وبالنيه ديالها واش انا ممكن يكون عندي زواج مع رجل اجنبي او زواج للبلد البعيد، فمازال غادي يكون عندك هذا الشيء هذا. بالنسبه للحب والغرام، فكنشوف اللي كتسال على الرجل الابيض المربوع القد او الطويل، هذا الانسان هذا انت كتعتبريه ما عطيك وقت، انت كتعتبريه انه انسان مستهتر لا مبالي، ولكن هذا الانسان هذا راه باغي يظهر معك وباغي يفرح معك، ومازال كاين في الخط ديالك. ممكن يكون عنده اشغال، ممكن يكون عنده اشياء اللي هي واخده كيقول لك الفال غير بلا ما تبقاي تابعه، بلا ما تبقاي تحكري عليه، بلا ما تبقاي لاصقه فيه، بلا ما ديري ليه لا طاقه روحانيه
ولا شيء، هو راه مازال باغيك وهو راه مازال غادي يستمر معك، خليه يسالي شغله وغادي يعاود يرجع يتعامل معك بشكل كما تحبي. بالنسبه للابيض اللي هو قصير القامه، هذا الانسان كيتدار ليه اصحار. هذا الانسان الا كان الطليق ديالك فكنشوف واخا يبغي يرجع معك فالسحر هذا ما كيخليش، يعني كاين سحر تفريق بينك وبين هذا الابيض اللي هو قصير القامه. الا كان هذا الحبيب ديالك او الزوج ديالك، فهذا الانسان هذا غادي يكون شويه عصبي، غادي يكون يعني كيغضب بسرعه. هذا الانسان متردد حائر. الا كنتي كتنتظري منه مكالمه هاتفيه فالمكالمه الهاتفيه غادي تجي، ولكنها كلها عتاب كلها لوم ليك. هذا الانسان ايه كيبغيك ولكن ما كيعبرش بالكلام على الحب ديالو، يعني ما كاين لا رومانسيه ولا حب بالكلام ولا كذا ولا كذا. بالنسبة للرجل الأسمر المربوع القد أو الطويل، هذا الإنسان كيموت عليك كيحبك موت. هذا الإنسان عندك معاه صلح، إذا كان حبيب أو كان زوج. هذا الإنسان هذا إذا كان مهاجرك أو مهاجر البيت فغادي يرجع للبيت ديالو. هذا الإنسان غادي يكون بيتوتي، غادي يكون يعني سخي، أنت اللي غادي تكوني كتكبري عليه أو ما عطياش وقت وكتعطي أهمية لناس آخرين عليه. بالنسبة للأسمر اللي هو قصير القامة او كيشتغل في الامن في الدرك في الجيش او في القوات المساعده او كيلبس لباس خاص في العمل ديالو او هو معاك في العمل، هذا الانسان هذا كيفكر فيك ليل ونهار، كيراقبك متابعك. هذا الانسان ايه عنده امراه اخرى ولكن يعني عاطيك اهميه او كينتبه لك انت اكثر شيء، وكنشوفك حتى انت يعني ما كتحاوليش انك تبيني ليه انك مهتمه او تعطيه وقت او تحدثي ليه او تبيني ليه شنو باغيه. فغامضه انت بالنسبه لهذا الاسمر اللي هو قصير القامه. بالنسبه للحنطي اللي هو مربوع القد او هو طويل، فهذا الانسان تعبان، مشاكل، ضغوطات، اموره معقده هذا الاسبوع، يعني تفوت واحد الخمسه ايام عاد الامور ديالو تزهر وتزيان. هذا الانسان كيفكر في مراه غيرك وكاين على تواصل مع مراه اخرى غيرك. اوكي، بالنسبه للحنطي اللي هو قصير القامه، فهذا الحنطي هذا كنشوف غادي يكون معاك واضح صريح، كتاب مفتوح، باغي يظهر معاك، باغي يفرح معاك، انسان اللي باغي لك الخير. الا كان بيناتكم بلوك، هذا البلوك هذا غادي يتفك، وكنشوفك انت غادي تكوني باغيه بواحد الشكل كبير، وما غاديش تكوني باغيه تخسري هذا الانسان، وغادي تكوني يعني كتحاولي ما امكن وكتبدلي ما في جهدك حتى انك ترضيه. كان هذا الفال ديالك يا الحنطيه، وغادي نشوفوا الفال ديال السمراء. السمراء ان شاء الله الفال ديالك يكون خير، ان شاء الله الفال ديالك يكون ايجابي، ونشوفوا المستجدات ديالك في الاسبوع الاخير من شهر يناير. كيبقى العلم لله، وهذا غي فال، وانا النيه ديالي هو انكم تستفدوا على هذا الفال او تجي حاجات اللي تنبهكم او تنصحكم او توجهكم. غادي تكوني انت هذه السمراء وهذا الحظ ديالك، انت متزوجه مطلقه ارمله عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، هذا الفال ديالك. شويه العتبه ديالك ما عجبانيش، اللي هي حمله ردي البال للحمل ديالك، ممكن انك تخسري الحمل ديالك، وكاين اللي باغيه حمل الحمل ما كيصدقش لان كاين عندك عارض، وكاين اللي عندكم خبر شويه ما غاديش يعجبكم في العائله. وكنشوف كذلك هنا بالنسبه للعمل والدراسه كاين شويه عين، كاين شي حسد متبوع على من النساء ولا من الرجال. كنشوف هنا كذلك بالنسبه للمال والحاجات الماديه والعاطفه غادي تكوني زاهره في هذه الامور هذه، وخصوصا الى ما كانش عندك حبيب، فالناحيه العاطفيه غادي تكون عندك زاهره او اشياء جديده غادي تظهر في الحياه العاطفيه ديالك، او مفاجات عاطفيه غادي تكون قدامك للجميع. كنقول غادي تكونوا محظوظات من الناحيه الماليه ومن ناحيه ديال الارزاق ومن ناحيه ديال الهدايا ومن ناحيه ديال الحاجات الغاليه، كاين اللي غادي تشري سياره، ذهب، حاجه الكترونيه، موبايل، لابتوب، اتات، فكاين عندكم هنا ارزاق كثيره غادي تسعدوا عليها، ومفتوح لكم الباب ديال الارزاق.
بالنسبه الى كنتي كتسالي على الرجل الاسمر اللي هو قصير القامه، غادي تكونوا متفاهمين، متحابين، متوالمين، اموركم جيده، حاجات ايجابيه، ارزاق بيناتكم، حظوظ بيناتكم، يعني غادي تكونوا كانكم شخص واحد. بالنسبه للاسمر المربوع القد او الطويل، الحب في القمه، رجوع صلح مع الحبيب او مع الزوج. هذا الانسان هذا ممكن انه يكون عندك انت عيد ميلاد او هو او احد الابناء، او ممكن تكون عندك لكم جلسه رومانسيه انت وهذا الشخص. هذا الشخص مازال غادي تاخدي منه حاجات او هدايا او فلوس او ارزاق، يعني خصكي غير تعرفي كيفاش انك تتعاملي مع هذا الشخص هذا. بالنسبه للابيض اللي هو قصير القامه او اجنبي او في البلاد البعيده، هذا الانسان هذا كيفكر فيك ليل ونهار، هذا الانسان كيفكر انه يعطيك فلوس، هذا الانسان يعني كيشك كذلك تكوني مع شخص اخر، هذا الانسان كيحاول انه يغير السلوكيات ديالو والطباع ديالو حتى انه يعجبك، هذا الانسان نيته صافيه، حافظي عليه، حصني نفسك انت وياه، لان واحد الوقت ممكن انكم تعرضوا للسحر او البلوك بينك وبين هذا الشخص هذا. بالنسبه للحنط المربوع القد او لا نعاود نشوفو الابيض اللي هو مربوع القد او طويل، هذا الانسان اللي هو ابيض مربوع القد او طويل غادي يكون بعيد كل البعد عليك هذا الاسبوع هذا، غادي يكون مهتم بالاهل ديالو او بالاخت ديالو او بزواج احد افراد العائله ديالو، غادي يكون على تواصل معهم، فما تسنيهش، يعني غادي هيميك عليك، يضرب عليك هذا الاسبوع هذا. بالنسبه للحنطي المربوع القد او الطويل، هذا الانسان هذا غادي يكون كيتردد عليك بكثره، فلوسه قلال ولكن غادي يكون معطاء، نيته صافيه، يعني حتى هذا الشخص هذا حافظي عليه، لان الا بقيتي كتعاودي الاسرار ديالك مع هذا الحنطي المربوع القد او الطويل ودار لي وفعل لي وعايشين بخير ونيته صافيه وهذا، ممكن يعني يدخل بيناتكم السحر، لا اراه الان ولكني من بعد ممكن يدخل بيناتكم السحر وتخسري فلوس انت وياه حتى انكم تحيدوا هذه الطاقات السلبيه. هذا الانسان اللي كنتي كتنتظري منه مكالمه هاتفيه قريبا سيتصل بك، يعني بعد 6 ايام على الاكثر او 7 ايام الى تاخر عليك. هذا الانسان هذا كنشوف يعني البعض فيكم الا كان الزوج ديالك هذا ما كيقدرش او ما كيطيقش السكن اللي نتوما فيه، فغيروا السكن او نظفي السكن، لان العمارة البيت يعني تقال عليكم، خصوصا هو لا يتحمل هذا البيت. واذا كان هذا البيت ديالك مثلا انت وهذا الحبيب ديالك، او كان كيجي عندك الخطيب، فالبيت ديالك فيه حاجات اللي ما كتخليش هذا الانسان هذا يكون مرتاح. بالنسبة للحنطي اللي هو قصير القامة وهو هذا الطليق ديالك، فالرجوع معه كاين، او الا كنتو حاطين اوراق الطلاق مع الحنطي اللي هو قصير القامة فلن يتم هذا الطلاق هذا. والبعض فيكم كيقول لك لا تقبلي الجلوس بمفردك مع الحنطي القصير القامة اذا كان خطيبا او حبيبا، فممكن يوقع ما لا يحمد عقباه. انتهى. نخليكم على خير، تلقاو ان شاء الله في فلاح اخر جديد، كنبغيكم بزاف، وباي باي.